وصلت إلى ميناء رفح البرية قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرية. وتتكون القافلة من 40 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة. أوضح الأزهر الشريف أنه من المقرر أن تعبر القافلة إلى الجانب الفلسطيني في إطار مشاركة بيت الزكاة مع صندوق تحيا مصر في قافلة تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية التي أطلقتها الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.